السلام عليكم. بايدن يعتذر للعرب ويسعى لكسب ودهم، ومصر في موقف لا تحسد عليه، ولم يعد هناك مجال للمماطلة والمداهنة. الحرب تصل أراضيها والآن فرصتها الأخيرة. هناك إصرار إسرائيلي على اقتحام رفح، ومصر تعلن جهوزيتها في مواجهة إسرائيل عسكريا، لكن هل سيفعلها السيسي ويتفق مع صنعاء على إغلاق البحر الأحمر نهائيا؟ وما السبب الذي جعل الأب الروحي لفلاديمير بوتين يؤكد موعد نهاية العالم؟ علشان نعرف تفاصيل هذه الأخبار وأكثر، تعالوا نشوف ونسمع. لو أنت من محبي معرفة حقيقة كل خبر بصورته الكاملة، كن معنا بالضغط على الاشتراك وتفعيل الجرس. الجميع أمام أيام حاسمة، نحن والأنظمة والمنطقة بكلها، وساعة الصفر لتوسع الحرب رسميا قد تدق في أي لحظة، وكل قنوات العالم مقلوبة فوق وتحت على خلفية التطورات الخطيرة. الوسائل الإعلامية الغربية وحتى العربية أفردت مساحات واسعة عن توتر العلاقات بين بايدن ونتنياهو. الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتبر السلوك العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة مفرط وقد تجاوز الحد. نقدر بشدة دعم الإدارة الأمريكية بقيادة بايدن، ولا يعني ذلك أنه ليست بيننا خلافات. لا أحتاج إلى مساعدة لإدارة علاقاتنا مع الولايات المتحدة. جابوا للموضوع أكبر من حجمه، والقصة أنه الابن رافض يسمع كلام أبوه، والسبب أنه نتنياهو صرح في وقت سابق أنه سيقوم بالهجوم على رفح والتي تحتضن أكثر من 1,500,000 نازح فلسطيني. لا، وبكل استخفاف قال أنه سيفتح ممر آمن وبدون أي تفاصيل يخوف بها النظام المصري، لأن الهدف هو التهجير لسيناء. بالمقابل بايدن رد بتصريح وقال أنه إسرائيل بالغت بالرد. كما تعلمون فإنني ممن يرون أن طريقة الرد الإسرائيلي في غزة تجاوزت الحد، وأعتقد كما تعلمون أن الرئيس المصري السيسي لم يريد في البداية أن يفتح بوابة المعبر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. تحدثت معه وأقنعته بفتح البوابة، وتكلمت مع بنيامين نتنياهو لفتح المعبر من الجانب الإسرائيلي. واستمرارا للإثارة والأكشن، نقلت قناة فوكس نيوز تصريح لنتنياهو أنه لم يتحدث مع بايدن منذ تصريحه الأخير الذي وصف فيه ردنا العسكري بالمبالغ فيه، وأضاف: من يرفضون ذهابنا إلى رفح لا يريدوننا أن ننتصر. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن عدم دخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح يعني خسارة الحرب وإبقاء حركة حماس هناك، وأضاف أن من يرفضون ذهاب إسرائيل إلى رفح لا يريدونها أن تنتصر على حماس. استخفاف وابتزاز رخيص، بل ورخيص جدا. على العموم كان في رد من قيادي في الحركة حاء نشرته قناة الجزيرة، أكد فيه أن نتنياهو يحاول التهرب من استحقاقات صفقة التبادل بارتكاب كارثة إنسانية في رفح، وأنه أي هجوم على رفح يعني نس مفاوضات التبادل تماما. علشان تكون الصورة أوضح لهذه التمثيلية الأمريكية الإسرائيلية، بايدن مقبل على انتخابات بعد أشهر، وشعبيته في الداخل الأمريكي عند أدنى مستوى، ونتائج الاستطلاع تشير إلى صالح من؟ إلى صالح خصمه اللدود دونالد ترامب. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مساعدين لبايدن مخاوف من تأكل شعبية بايدن لاسيما بين الشباب مع استمرار دعمه لإسرائيل. بالمناسبة هناك مسؤولين من إدارة بايدن زاروا الجالية العربية على أساس يعتذروا عن موقفهم الخاطئ تجاه غزة. والله أنها وقاحة عجيبة. قبل الالتقاء بالجالية العربية، أقل الحاجة وقفوا دعمكم المتواصل بالأسلحة على العبريين، وقفوا الهجوم الذي الآن تنوي إسرائيل شنه على رفح. التناقض الطارئ اليوم بين بايدن ونتنياهو مبني على تناقض المصلحة لكل واحد منهم. مثلا استمرار الحرب سيكون سبب بسقوط بايدن في الانتخابات الرئاسية، بينما وقف الحرب سيزج بنتنياهو إلى أين؟ إلى السجن لخسارته منصبه والقضايا العديدة التي في انتظاره. طبعا على صعيد المواقف الدولية هناك إدانات وتحذيرات لإسرائيل، هذا بالظاهر، لكن الخوف من أن يكون تحت طاولة أمر آخر.
عموما سيشكل موقف مصر والقرار المصري العلامة الفارقة، لأن لحظات الضبابية لن تجدي نفعا في هذا الوقت، لا سيما أن النظام المصري خلال الأعوام الماضية كان يتحدث باستمرار عن أمنه القومي. هناك انتشار وتعزيز عسكري للقوات المصرية على امتداد 14 كيلومتر، وهي مسافة خط فيلادلفيا، كما أن الحكومة المصرية لوحت بتعليق اتفاقية كامب ديفيد. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبدو مصرا على تنفيذ عملية عسكرية في رفح، فيما تلوح مصر بأن هذه العملية قد تؤدي لتعليق اتفاق السلام في كامب ديفيد. الصحافة العبرية أبدت سخرية من موقف مصر، وقالت صحيفة جلوبس الإسرائيلية أن مصر غير قادرة على اتخاذ أي إجراء جذري ضد إسرائيل، لأن الجانب المصري يحتاج إلى الغاز الطبيعي الإسرائيلي، إضافة إلى مواجهة الحكومة المصرية أزمة الديون والتضخم المرتفع وانهيار الجنيه المصري أمام الدولار. أما وجهة نظر بعض الخبراء اقتصر بأن الرد المصري قد لا يكون قويا نتيجة حصول مصر على مليار دولار سنويا مساعدات من واشنطن وفق اتفاقية كامب ديفيد، وفي حال تعليق الاتفاقية قد تفقد مصر هذا الدعم. المهم أن مصر الآن بين خيارين لا ثالث لهما. الأول هو موقف حازم ورفض الهجوم على رفح لإنقاذ نفسها من مخطط التقسيم، أو المهادنة والسكوت، ما يجعلها عرضة لتمرير المخطط التوسعي لإسرائيل وتنفيذ قناة مشروع بن غوريون. وفي محللين رأوا أن على القاهرة الآن أن تتقارب مع صنعاء حتى تتمكن من فرض موقفها السياسي وتقوية موقفها العسكري. الهجوم بدأ بالفعل، وهناك عشرة الأرواح ارتقت إلى بارئها بالغارات الإسرائيلية، وتباين المواقف لا مكان له، هو يا أبيض يا أسود لمستقبل المنطقة ولبقاء النفوذ الأمريكي. وعلى سيرة النفوذ الأمريكي، أجرى موقع Responsible Statecraft استطلاع شمل 16 دولة عربية حول السياسة الأمريكية تجاه القطاع. شوفوا، هم مهتمين بآراء الناس عندنا، لهذا كنا دائما ننبه ونكرر على موضوع الصراع الثقافي والإعلامي. المهم، هذا الاستطلاع أكد أن حرب إسرائيل على غزة ألحقت أضرارا جسيمة بمكانة الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم العربي، وأنه 82% من المشاركين عبروا أن الموقف الأمريكي كان سيء للغاية، و51% ينظروا إلى أن واشنطن تشكل أكبر تهديد للسلام والاستقرار في المنطقة، وهذا بعيون الأمريكيين انتكاسة بل وانتكاسة كبيرة. عرفتم ليش الاهتمام بالجالية العربية الآن في أمريكا ظهر فجأة؟ رأيكم له تأثير على سياسة المنطقة ودولها؟ لا تستهينوش فيه، لأنه جزء من المعركة، وإحنا الآن أدينا لكم وجبنا لكم أدلة أمامكم. وعلى فكرة، هناك موقف طلابي كان لافت للانتباه في جامعة كولومبيا بأمريكا، ومثل أحد الشواهد أن ما يجري في القطاع قضية تهم الإنسانية قبل كل شيء. شاهدوا هذا المقطع الذي تعرضت له هيلاري كلينتون وكلكم تعرفوها. That's my name. That's right. War criminal. The people of Libya, the people of Iraq, the people of Syria, the people of Yemen, the people of Palestine, as well as the people of America. You'll never forgive me. I'm a single human being. You will burn. Can you? Sir. Thank you so much. Free! Free Palestine! You should be ashamed for exploiting sexual violence for your own political gain. Are you not ashamed? Are you not ashamed you're exploiting sexual violence for your own political gain? You're not fooling anyone. You've done this before. You've exploited and weaponized sexual violence in Libya, to exploit sexual violence in Libya so that you can justify U.S. militarization and instability in Libya. You're doing that again to justify genocide. المزاج الشعبي العام في الغرب بدأ يتغير، وهذه نقطة مهمة جدا. هذه الصورة للممثلة الإسبانية ألبا فلوريس تدعو لوقف إطلاق النار في غزة خلال حفل توزيع جوائز جويا في مدريد، وكانت هناك أيضا دعوة من الممثل الأمريكي الشهير مارك رافالو لقادة دول العالم لوقف الحرب في القطاع بشكل نهائي. الأحداث الدولية المتصاعدة تحدثنا جميعا أن العالم يتغير، وكل شخص يشوف من وجهة نظره، لكن وجهة نظر الأب الروحي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين، وجهة نظر مخيفة جدا. أوضح في مقال له بعنوان
تكر وبوتين ونهاية العالم، أن كل شيء يتجه نحو تدمير البشرية. وكان هذا طبعا تعليق على المقابلة التي أجرها بوتين مع المذيع والإعلامي الأمريكي تكر كارلسون. خلوا في بالكم أن الحرب الروسية الأوكرانية مهمة جدا، اهتموا بمجرياتها وتابعوها، لأنها قد تجر العالم فعلا إلى النهاية الحتمية. المهم، دوغين بحسب مقاله يرى أن هناك توجه لاستخدام الأسلحة النووية، طبعا على خلفية الحرب الروسية وأوكرانيا والدعم الأمريكي والغربي الكبير لنظام كييف ضد روسيا الدولة النووية. واعتبر أن هذا اللقاء بين بوتين وتكر الفرصة الأخيرة لوقف الاختفاء للبشرية. برأيكم، هل ستختفي البشرية بحرب نووية كما يرى دوغين؟ أحتاج إلى تعليقاتكم وأراءكم حول هذه النقطة في خانة التعليقات. في الختام، نراكم على خير إن شاء الله مع تطورات جديدة.